خيول اجل مغمرات يا حي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق شوطنا السادس المخصص للابكار اللقايا المهجنات. تابعنا معاكم الشوط الماضي الذي ذهب من نصيب مشغله راشد بن سالم بن عبد الله الطوقي، سجلت 7:57. نسير مع هذا الشوط كي نتابع المركز الاول والبدايه في هذه اللحظات. المقدم والصدارة النوف الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، بينما المركز الثاني الغدوم في هذه اللحظات رياضية سيف بن دويس بن علي الخيل، المركز الثالث عسيلة سالم بن عبيد بن يزرب العامري على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع التواصل من قبل اللي هي مديرة تحتل المركز الرابع ناصر بن مبخوت بن السهيل بن حريك المنهالي. المركز الخامس نتابع القدوم البدور عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز السادس نرى ونتابع في هذه اللحظات على المركز السادس شان حمد بن سعيد بن سالم التميمي على المركز السادس. هكذا نتيجتنا للست المراكز الأولى المتقدمة. ترجمة
نتابع هذا التحدي، نتابع هذا التواصل في هذه اللحظات على المركز الأول والصدارة عسيلة سالم بن عبيد بن زرب العامري على المركز الأول، على الصدارة المركز الثاني اللي هي المديرة ناصر بن مبخوت بن السهيل بن حريك المنهالي، وثالث الأسماء تقدمت في هذه اللحظات من القادمة بدور وصلت عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري، وهناك الأسماء الأخرى القادمة في المعركة الأخيرة في التحديات الأخيرة مع هذا الشوط. وهذا التواصل المثير، الكل بدأ يعلن الانطلاق، الكل بدأ يعلن التحدي في هذه اللحظات المتميزة. على المركز الأول انطلقت متعبة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي على مقدمة الشوط، المركز الثاني عسيلة سالم بن عبيد بن يزرب العامري، المركز الثالث ود عمر بن محمد بن قران الكتبي، وهناك القدوم في هذه اللحظات اللي هي نية محمد بن سالم بن حاذة الكتبي، والتقدم في هذه اللحظات الوصول من قبل الصايلة خلفان بن محمد بن حضيرم الكتبي مع الصايلة في هذا الاندفاع، ولكن 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 التحديات الانطلاق مع متعبة سالم بن حامر المدهوشي الذي يأتي بهذا الاسم على المركز الأول على التحديات الأولى، شعار الصليب يأتينا على مقدمة الشوط على المركز الأول في هذه اللحظات، المركز الثاني الغدوم في هذا الانطلاق والتواصل المثير من القادم، شعار بن حاذة، شعار بن حاذة يتقدم مع نية محمد بن سالم بن حاذة، المركز الثالث عسيلة سالم بن عبيد بن يزرب العامري، ولكن ولكن المدهوشي مع متعبة بدون أي حركة، عصاها في الأبطان بن يزرب قادم، بن يزرب قادم، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، ولكن ولكن المدهوشي مو عامر يؤكد الفوز. تهانينا إلى سالم بن عامر المدهوشي على هذا الفوز بدون أوامر. المركز الثاني عسيلة سالم بن عبيد بن يزرب العامري، الثالث علي محمد خلفان بن حضيرم، الرابع يذهب إلى نية محمد بن سالم بن حاذة الاكتبي، المركز الخامس انتباه علي محمد مصلح العبابي، والسادس رقم 12 ود عمر محمد بن قران الاكتبي. التوقيت 8 دقائق ثانيتين.